إنني شاب في 17 من عمري، ولله الحمد أصوم شهر رمضان، ولكني لا أدري كم كنت في السابق. قبل حوالي 4 أو 5 سنوات أفطر يوما، حيث كنت أتجاهل هذه الأيام التي أفطرها ولا أصومها، فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام شهر رمضان، جعله أحد أركان الإسلام. أمر المقيم الصحيح بالصيام أداء في شهر رمضان، وأمر المريض والمسافر ومن في حكمهما بالإفطار والقضاء من أيام أخرى. فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وإذا كنت لا تعرف قدرها فعليك أن تجتهد في عددها وتحتاط، تقدر الأيام، تقدر الأيام التي أفطرتها وتحتاط وتصومها. وأيضا مع الصيام يجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير ما دامت أنها من رمضانات سابقة، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.